هاي، تعالوا اوريكم الادوات اللي انا بذاكرها، اللي هو مكتوب عليهم باللون البرتقالي. دي اللي عليها حفظ، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 كده 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 كده 24 كلمة أنا حفظهم كلهم ما عدا دي، أقسم بالله حفظهم كلهم ما عدا دي، مش عارفة ليه. أوريكوا الواجب كمان اللي علينا، البروجراف ده ماي كلاس روم في الفصل، وعلينا حفظ ده. ثانية أنا آسفة، دول هو المحادثة دي علينا حفظ، وده الهوم ورك بتاعنا، ده بردك عليه حفظ، يعني مش حفظ، فهم. وده علينا واجب، وده يبقى الحصة الجاية نعوض وراه. كسبر نيمك زي مدرسي مشمس حشرة وقت الغداء، يلوح بيده الطبيعة يبقى، دول بقى كلهم بدول. وده يكون واجب. بروغريف ماي نيم از كلاس ماس، حجرة الرياضة، يعني الحجرة فيها هيكون دول. فيزي لغز، اهي ده ادوات كتير. ومع السلامة، دوس لايك وشير واشتركوا في القناة.